قد يتجاهل العديد من الناس بعض الأعراض الصحية ويعتبرونها أعراضاً بسيطة تزول مع الوقت، لذلك حذر الأطباء من تجاهل 6 حالات صحية تهدد حياة المريض في حال تم التهاون بها. أهمها الألم الشديد في الصدر، فالشعور بضغط على منطقة الصدر يستدعي توجه المريض إلى المستشفى، لأن أغلب تلك الحالات تشير إلى الإصابة بأزمة قلبية. كما أن القاء الشديد والإسهال من العوارض التي قد تشير إلى الإصابة بتسمم حاد، ما يستدعي التوجه إلى أقرب مستشفى. فعدم الخضوع إلى التشخيص والعلاج قد يؤدي إلى الإصابة بجفاف حاد. الإصابة بالحروق كذلك وإن كانت طفيفة من الحالات التي تستدعي الخضوع إلى العلاج تحت إشراف طبي، فالعلاجات المنزلية التقليدية قد لا تفيد في الحالات القصوى، ما يسبب التهابات خطيرة. كما أن الإصابة بالحمى قد تشير إلى وجود التهابات ما في الجسم، ومن الضروري الخضوع لفحوصات الدم لتشخيص الحالة. لذلك ينصح الأطباء بضرورة التوجه إلى المستشفى في حال الإصابة بالحمى وعدم الاكتفاء بالعلاجات المنزلية كالكمادات الباردة وغيرها. وقد يشعر العديد من الناس بالدوار من حين إلى آخر، لكن أكد الأطباء أن الشعور بالغثيان والدوخة المفاجئة يتطلب مراجعة طبية، ومن الضروري عدم تجاهل الإصابة بالدوار إن رافق المريض لمدة تتجاوز الأيام. وفي حال الإصابة بجروح أو خدوش يجب عدم التهاون بها أو الاكتفاء بالضغط عليها، فالنزيف غير المنضبط ولو كان بسيطا يستدعي علاجا من خلال استخدام أدوات معقمة، وذلك لعدم نقل البكتيريا إلى داخل الجرح. آسيا صفي الدين، العربية.